كلها معايا ومعاكو واحده نصفت الرجاله، الله يبارك لك يا شيخه. معايا ومعاكو المطربه الجميله الاستاذه روتانا سليم، كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. مساء الخير عليكم وحضرتك بألف صحة وسلام يا رب، وعيد مبارك على الأمة الإسلامية وعليكم وعلى دينا حبيبة قلبي أختي، وعيد سعيد عليكم يا رب منورين. ربنا يخليكي وميرسي على المداخلة القيمة. ومعايا روتانا بنفسها. ايوه الراجل نعمة ولا مش نعمة؟ ده جميل. نعمة، طالما انت قلتي نعمة يبقى نعمة. مش كلهم عشان بس مش كلهم. لا انا من ساعة ما سمعت الكليب رجالة نعمة انا مبسوط قوي، حبيتك من ساعتها الصراحة. والله بص، عشان بس نكون يعني واضحين، انا ما اتكلمتش على كل الرجال، اتكلمت على الرجالة اللي بجد. الراجل اللي بجد هو اللي نعمة، بس الباقي بقى الله اعلم. ده قلتيها في الاغنية ولا ده في المداخلة؟ انا الستات هتقتلني لما بمشي في الشارع وعايزين يضربوني. ليه ليه ليه؟ لا بصي، احنا يعني كرجاله ما تستغناش عن الستات، والستات ما تستغناش عن الرجال، بس صح ده يا رب دايما كده تكونوا نعمه كده وبجد على قد الكلام اللي اتقال في الاغنيه. يعني الكليب اللي فات احنا ده كان من امتى يا روتانا؟ ايوه الكليب اللي فات ده كان اول عمل ليا. يعني لوحدي، انا طبعا شاركت بأوبريتات كتيره مع فنانين كبار يعني قبل كده، لكن كانت اول تجربه فيديو كليب ليا الراجل نعمه، اغنيه الراجل نعمه. وان شاء الله بقى بعد يعني الفتره الجايه دي هيبقى في عمل قادم جديد، حاجه جديده مش عايزه احرقها برضه عشان يعني تبقى مفاجاه ليكم. بالتوفيق، ربنا يوفقك. برضه هتبقى نفس التعاون مع الملحن والشاعر عزيز شافعي، وان شاء الله تبقى حاجه تبسطكم يعني، تبسط الستات كمان. ما تحرق لنا حته صغيره منه كده على الهواء. والله لسه ما خلصتش، احنا شغالين عليها على الفكره، يعني شغالين على الفكره، بس ان شاء الله يعني خلال الايام الجايه دي هتكون كملت، فعشان ما اقولكش حاجه وتطلع فيها تغيير او حاجه، بس ان شاء الله حاجه تعجبكم جدا. هو ان شاء الله اتمنى لدينا كمان بقى مستقبل جميل، وهي في بدايه كده خطواتها للنجاح، هي كمان موهوبه كمان في الغنى وفي التمثيل وفي كل حاجه، يا رب تقدر تقدم حاجه جميله كده ليكم وتبسطكم، تبقى دايما كده هو على الشاشه منوره. الجميل ان روحك حلوه زي صوتك حلو وحضرتك. لا انا بتكلم بامانه، ودايما بعتبرها فرصه بتكلم المشاهدين بتوعي، انك انت مطربه شابه بتشجعي مطربه شابه برضو زميله، يعني دينا 25 سنه. فانت ربنا يكرم الجميع، يعني مصر ولاده وفيها مواهب كتيره كبيره قوي، بس نديهم الفرصه ونتحلهم الفرصه ونظهرهم كويس في البرامج، بدل ما بنظهر ال يعني الفن الهابط زي ما بيقولوا، الفن اللي ملوش لازمه وننجمهم على الفاضي، نظر الناس اللي تستحق وندعمهم. احنا في البرنامج بتاعنا هنا احنا بندعم كل المواهب وفي كل المجالات. صح. بالمناسبه يعني قبل ما اقفل معاكي لازم جمله، ولو حتى من غير لحن، الصوت بتاعت الرجاله نعم، جمله صغيره. طبعا اديني. الراجل كلمه، الراجل نعمه، هو في احلى من الرجاله بالذمه. انا عايزه اقول لك، انا واقفه في البلكونه، انا حاسه ان الرجاله اللي تحت يعني انت واقفه في البلكونه يعني بصي انا شكرا مش عارف اشكرك ازاي، يعني كده خلاص الواحد يعني ممكن يقفل. ميرسي ليكي يا روتانا، وميرسي لذوقك واهتمامك. ده بالتوفيق يا رب، ودايما كده رجالتنا تبقى نعمه يا رب يا رب كله. وعيد سعيد عليكم وعلى كل اللي موجود. شكرا. ودينا بتشكرك، دينا بتسلم عليكي حبيبتي، تنوري الدنيا وتكسري الدنيا ان شاء الله الفتره الجايه، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا الفنانه الجميله روتانا سليم، شكرا لحضرتك. شكرا.